مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، طلاب الصف العاشر، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. سنتعرف في هذا الدرس إن شاء الله تعالى على درس جديد، وهو تعزيز الفعل المضارع. هدفنا في هذا الدرس هي أن يحدد حالات الفعل المضارع في جمل المعطى تحديدا صحيحا، أن يوظف الأفعال المضارعة الصحيحة والمعتلة في جمل من إنشائه، وأن يعرب الطالب الفعل المضارع. تعريف الفعل المضارع: هو ما دل على حدث في الحال أو الاستقبال، ويكون معربا أو مبنيا، مثل يكتب وسيعمل. ويبدأ الفعل المضارع بواحد من أحرف الزيادة الآتية: همزة المضارعة، أعمل، أو التاء، تعمل، أو الياء، يعمل، أو النون، نعمل، المجموعة في كلمة نأتي. حالات إعراب الفعل المضارع هي الرفع والنصب والجزم، وإن شاء الله سنتعرف في هذا الدرس على حالتي الرفع والنصب. والآن سنتعرف على الفعل المضارع المعرب. يكون الفعل المضارع مرفوعا إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، ومنصوبا إذا سبقه ناصب، ومجزوما إذا سبقه جازم. والآن سنتعرف على الفعل المضارع المرفوع. تأمل عزيزي الطالب الأمثلة التالية: يغفر الله الذنوب، يعمل الرجل جاهدا لكسب قوت يومه، تساعد البنت أمها في أعمال المنزل، وتشرح المعلمة القصيدة، ونعمل سويا من أجل المحافظة على بيئتنا. الأفعال الملونة بلون مختلف هي أفعال مضارعة لم تسبق بناصب أو جازم. يغفر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ويعمل أيضا فعل مضارع مرفوع، وتساعد فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، وتشرح أيضا فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، ونعمل أيضا فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة. والآن سنتعرف على إعراب الفعل المضارع المعتل الآخر في حالة الرفع وإعرابه بحركات مقدرة. تأمل عزيزي الطالب الأمثلة التالية: يرمي اللاعب الكرة. يرمي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. تسمو الطالبة بأخلاقها الرفيعة. تسمو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل. نسعى جاهدين لتقديم كافة المعلومات لأبنائنا الطلبة. نسعى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. أدوات نصب الفعل المضارع هي أن ولن وكي ولام التعليل وحتى وفاء السببية. الأمثلة: أدعو الله أن أذهب إلى المسجد الأقصى. لن تحقق أهدافك إلا بتخطيط سليم وعزيمة صادقة. ذهبت إلى المدرسة كي أتعلم. اعمل كي تحصل على الأجر. الفعل أذهب في المثال الأول سبق بأداة نصب أن، لذلك نصب هذا الفعل وكانت علامة نصبه الفتحة. والآن سنتعرف على الفعل المضارع المعتل الآخر. يجب أن تسعى للإصلاح بين المتخاصمين. في هذه الجملة الفعل المضارع تسعى سبق بأداة نصب، وهو منتهي بحرف علة الألف، فتقدر الحركة الإعرابية منع من ظهورها التعذر. تسعى فعل المضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. كي تبقى نشيطا عليك القيام مبكرا. تبقى فعل المضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. تأمل عزيزي الطالب الفعل المضارع في الأمثلة التالية: جد واجتهد كي تدنو من تحقيق هدفك.
في هذه الجملة الفعل تدنو سبق بأداة نصب وهو منته بحرف علة الواو، فتكون علامة إعرابه الفتحة الظاهرة. تدنو فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. احرص على أن تأتي مبكرا. تأتي فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والآن نريد أن نجيب عن الأسئلة التالية: ما علامة نصب الفعل المضارع في الأمثلة التالية؟ بر والديك كي تنال رضا ربك. علامة نصب الفعل المضارع تنال هي الفتحة الظاهرة. نود أن نفعل الخير. علامة نصب الفعل المضارع نفعل هي الفتحة الظاهرة. لن أقول إلا الحق. علامة نصب الفعل المضارع أقول هي الفتحة الظاهرة. لن يسعى المسلم في شر. علامة نصب الفعل المضارع يسعى هي الفتحة المقدرة على الألف. لن أدعو صديقي للغداء. علامة نصب الفعل المضارع أدعو هي الفتحة الظاهرة على الواو. لن أقضي بينكما. علامة نصب الفعل المضارع أقضي هي الفتحة الظاهرة على الياء. وإلى هنا عزيزي الطالب نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، وأرجو لكم التوفيق والسداد وجزاكم الله خير الجزاء. كان معكم معلمكم المحب لكم دوما أيوب سليمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.